يلا سريعا، يلا بينا. مش سريعا براحتك، عايز يعني اصل ميزتها في كده ان هي عايزه اجابات سريعه. لم اعد اهتم بالتدريب في الوقت الحالي، نعم ام لا؟ نعم، عشان مجالس الادارات زهقوني في عيشتي. ماشي، اللي بعده. اتمنى تدريب منتخب مصر في المستقبل، نعم ام لا؟ ده امنيه. وهتتفرجوا بقى على جوارديولا بجد بجد، مش قرننه ولا غرور ولا الكلام ده. هيخافوا 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 يا جدع. هيخافوا ايه؟ ده في لعيبه ماسكه ما لعبتش كوره ومسكت اهلي وزمالك. ما تقوليش هيخافوا، هيخافوا من ايه؟ هو احنا اللي ما تديني الفرصه وبعد كده احكم عليا. ولو ما كنتش جدير بيها وربنا يا عم ما هطلع معاك تاني. واخد بالك؟ ده رهان جديد؟ رهان جديد. ولو ما وصلتلكش كاس عالم بقى بحق. ادينا الفرصه وبعد كده اتكلم. انما انت تقول لي اصلي مش عارف. ما تخليناش نعيب في ناس بقى. طب ده خلاص، طب خلاص ناس كانت رجلها الاثنين شمال ومسكت اهلي وزمالك وما لعبوش. اتعمد قول الاراء المثيره للجدل، نعم ام لا؟ لا طبعا. لا طبعا. اللي بعده. انا بقول اللي بيجي في دماغي. أجيري افضل من كوبر بمراحل؟ الاثنين يلموا شنطتهم واول طياره يمشي. يبقى لا. لو في عدل يبقى لا. ماشي. افضل لاعب في تاريخ مصر؟ محمد صلاح الخطيب. لا، محمد صلاح حرام عليكم، حرام عليكم ان انتوا تحطوه. ماشي، في سكه ثانيه بقى. ده ما يقارنش، ده خلاص، ده ربنا يوفقه يا رب كده. ودايما يبقى فخر لينا. ما نجيبوش بقى ونقعد بقى ونقول لي مش عارف احسن. طب افضل لا، افضل لاعب بقى في تاريخ مصر بخلاف محمد صلاح، نخرج محمد صلاح بما انه محمود بقى محمود بره التقييم. محمود الخطيب. ومين رقم اثنين؟ حسن شحاته. ومين رقم ثلاثه؟ فاروق جعفر. رضا عبد العال مش في اول ثلاثه؟ لا طبعا. طب انت في اول خمسه؟ ما اقولش الناس اللي تقول. انا ما اقولش، انا بسالك. انا ما اقولش، انت اللي تقول والناس تقول. انما انا بقول لك اللي انا شفتهم. يعني مثلا رقم واحد كابتن محمود الخطيب، اثنين الكابتن حسن شحاته، ثلاثه الكابتن فاروق جعفر. اللي بعده. عايز تقول 10، ممكن نقول لك 10. المدرب صاحب اكبر انجازات في تاريخ المنتخب الوطني؟ كابتن حسن شحاته. اللي بعده. واتظلم واتضحى بيه. رضا عبد العال افضل كمدرب، لاعب، محلل؟ مدرب طبعا. واسال الناس اللي هي اتعاملت معاها كلها، واسال رؤساء الانديه. استاذ فاز عريبي، الاستاذ مجد عطيه، الاستاذ الدكتور هرماس رضوان، الله يشفيه يا رب، سمير موسى، في سوهاج الزرقاء، والباشمهندس سليمان في نيل سوهاج. واخد بالك؟ كل الناس دي اللي اتعاملت معايا انا، بس مش عايز انسى حد تاني. وطبعا نبروس عبد الخفاجه. صحيح. واخد بالك؟ وفي ناس كتيره، لان دول عارفين امكانياتك فكانوا بيدوك اللي انت عايزه. اللي بعده. اسالوهم. اخر سؤال، افضل مدرب في مصر حاليا، حسام حسن، جروس، طلعت يوسف، او اسم رابع انت عايز تقوله بخلاف الثلاثه. افضل مدرب. احمد سامي. احمد سامي. يليه علي ماهر. مع النجوم. وكابتن علي ماهر. دول من وجهه نظركم الافضل. وطبعا اجنبي بتاع وادي دجله. تكيس جوناس. اه. كابتن رضا انا بشكرك. لا قبل ما تشكرني بس. في المجموعه اللي هي الثالثه اللي هي في اللي هو بعد الممتاز اللي هي الدرجه الثالثه. ايوه. في ماتش كان المفروض يتلعب السنه الاسبوع اللي فات فين؟ بين قوم حماده وبين فرقه من كفر الشيخ. فغرقوا الماتش لان قوم حماده ماشي اول. ولما راحوا هناك الماتش ما اتلعبش. يعني غرقوا الماتش؟ غرقوا الملعب. وما تعبش الملعب ميه؟ غرقوه ميه. اه. لكن الملعب باظ بقى. اه. فطبعا بيتكلموا مع المدرب، فطبعا المدرب خارج عن شعوره ان طبعا مسافر في نفس اليوم واخدين طبعا اتوبيس وتغدوا وكل دي فلوس على النادي. فطبعا لما راح الراجل اتضايق فقال كلمتين فتسجلت. فالراجل اللي هو رئيس المنطقه بتاعت كفر الشيخ بما ان الكابتن احمد مجاهد حبيبه فعايز يودوا له دي عشان يوقفوا المدرب عشان يتلخبط ويقع. خلي بالك ويقع عشان ان الفرقه دي هي اللي بتنافسه من يعني الثانيه او بيهددوا يعني ان هو ياخد التسجيل ده ولا اخد التسجيل ده وداه للمنصه. هو لغايه دلوقتي بيهدد ان هو هيودي التسجيل ده. انت فضحته دلوقتي بقى؟ طبعا لازم افضحه. يعني هو الراجل بيهدد فانت فضحته بقى؟ واسمه مصطفى، معرفش مصطفى ايه، اللي هو رئيس المنطقه هناك. طيب ده دي احنا هنا بقى بنتكلم قدام مسؤوليه اعلاميه يتوجب عليا، وانا بقول كده ان انا اجيب الطرفين، فانا لازم اجيب الطرفين عشان اتحقق منها. مفيش مشكله. ده غير بس الاراء، خد بالك. أيوة. يعني الاراء تقبل، حضرتك ما تقول راي
يقبل ان انا امثل الطرف الاخر، انما واننا بنتكلم على موضوع وبالشكل ده يبقى لازم يبقى لا، ما احنا بعد الحلقه ممكن يقدم وما يقدمش. ماشي، يعني لو قدم يبقى انت بقى تجيب الطرفين، ما قدمش يبقى هو خاف وايه. شكرا واستكن. اشكرك شكرا جزيلا انك حبيبي. احنا كل ما اسبوع مع بعض ولا عشان الناس تعرف يعني ولا هي كل دي اسبوع مرة. مع بعض انت احنا نروح من بعض في حته ندور ونطلع. خد نتراني الاسبوع الجاي. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن رضا. ابراهيم فايق وانت ابراهيم محمد فايق. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن رضا، شرفتنا ونورتنا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، بشكر فايق العمل بالكامل. نشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في حلقه جديده من نمبر 1. وكان معايا النهارده نمبر 1 كابتن رضا عبد العال. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.